انتوا الان اذا تراجعون الشباب الاخوة المثقفين وكلكم ان شاء الله مثقفين، لان مجالس الحسين صلوات الله عليه تنشئ مثقفين. كل من يحضر مجالس الحسين صلوات الله عليه فهو مثقف بقدر من الثقافة. راجعوا الكتب، كتبهم الآن موجودة في المكتبات، هذا صحيح البخاري موجود، من أصح أو أصح الكتب عندهم صحيح البخاري، راجعوا صحيح البخاري. يقول البخاري: أتلو عليكم نص الفاضح. صحيح البخاري في صلاة الاستسقاء، يعني أحياناً السماء تشح بالمطر، مطر ماكو، فكانوا يصلون صلاة طلب المطر. الرجال والنساء يخرجون إلى الصحراء. هسه التفصيل مذكور في الكتب الفقهية، لست في صدد التفصيل، ويصلون ويطلبون المطر. يقول في صحيح البخاري في هذا الباب: إن عمر ابن الخطاب كان إذا قحطوا، إذا صار قحط، طبيعي البلاد اللي تعتمد على الزراعة إذا مطر ما إجا اقتصادهم يكون مهدد، لأن اعتمادهم على المطر، استسقى بالعباس وقال: اللهم كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا. في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كانت تعرض هنالك مشكلة، كنا نلجأ إلى من؟ من هو الواسطة؟ رسول الله صلى الله عليه وآله. كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، هذا هو العباس، فاسقنا فيسقون. طبعا هنا أكو ملاحظة، وهذه الملاحظة: إذا كنت في زمان رسول الله تستسقي بجاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبعد رسول الله نفس رسول الله موجود. قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. من هو أنفسنا؟ الإنسان يدعو نفسه. المفسرون سنة وشيعة ذكروا بأنه كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لماذا لا تذهب إلى علي بن أبي طالب؟ لماذا لا تستسقي بعلي بن أبي طالب؟ هذه ملاحظة، وهذه الملاحظة واردة، ولكن الكلام أنهم كانوا يستسقون برسول الله وكانوا يستسقون بالعباس. اللهم كنا نتوسل إليك بنبينا. لاحظ كلمة التوسل، هذا صحيح البخاري، هذا مو الكافي بعد، هذا مو التهذيب، هذا مو الاستبصار، هذا النص صحيح البخاري، وراجعوه في المكتبات. أقرأ رواية ثانية فقط وأختم هذه الملاحظة. في مسند أحمد بن حنبل في الجزء الرابع صفحة 138، وفي سنن ابن ماجه الحديث رقم 1385، راجعوا هذين الكتابين. اللطيف أنه ابن تيمية اللي هو رمز هذه الشرذمة القليلة، رمزهم، يعترف في كتابه بأن هذا الحديث صحيح، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لاحظوا النبي: إن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: أدعو الله أن يعافيني. فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن شئت دعوت، وإن شئت صبر، اصبر، ما أعد الله خير لك. قال الرجل: فادعه. لا، ما عندي صبر، ما أقدر أتحمل، فادعو الله أن يكشف عني. فأمره أن يتوضأ،
فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء. لاحظ الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى، اللهم شفعه في. شوف نص، هذا النص يشبه هذا النص اللي موجود في المفاتيح، دعاء التوسل اللي ياخذوا منه ويقولون هذا شرك، هذا كفر. شنو دعاء التوسل؟ اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة إلى آخر الكلمات. هذا نص الكلام: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى، اللهم شفعه في. قال الراوي: فوالله ما تفرقنا حتى دخل علينا كأن لم يكن به ضر. وهنالك أحاديث كثيرة، من شاءها فليراجعها في مظانها.